هل من أدرك التشهد الأخير في الصلاة تقصب له الجماعة؟ إذا كان تأخر العذر فلا هو فضول جماعة وإن كان يدرك الصلاة، كان تأخر العذر شرعي، كان جاء أراد الصلاة فحال بينه حائل مثل مدافعة الأخبثين أو ما أشبه ذلك يكون له علم جماعة. أما من تكاسل ولم يدرك إلا التشهد ما ترك الجماعة، لا ترك الجماعة إلا بركعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فالجماعة الصحيحة لا ترك إلا بركعة.